هذا وانعقد في الجمهورية التونسية بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات وشارك في المؤتمر مسؤول الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في الدول العربية حيث تطرقوا لعدة مواضيع منها تعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول العضاء على مكافحة المخدرات مع التركيز على المخدرات الاصطناعية والمستجدات في مجال مكافحة المخدرات هم على المنطقة العربية كما شكل المؤتمر مناسبة لاستعراض نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات 2023-2024 وكذلك تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات